الشر، الحياة والموت، الفقر والغنى من عند الرب. مكملين مع حضراتكم من داخل الكنيسة المرقسية بالأزبكية مع أستاذ رويس عزمي، شماس بالكنيسة المرقسية بالأزبكية. ربنا يعزيك وأهلا وسهلا. ربنا يعزينا كلنا ويعزي الكنيسة المرقسية وشعبها كله. قلت لي إن في تجربة شخصية ليك مع أبونا مكاري واهتمام خاص يعني كان على المستوى الشخصي، ممكن تكلمنا عنه؟ هو بصراحة يعني أبونا كان مهتم بكل ولاده القريبين منه، حتى برضه اللي كان بيشوفهم على فترات. ساعة والدي لما تعب ودخل المستشفى لا حد يجي لي هو وتصوني، رغم إن سنه الكبير كان أصلاً يجي لي المستشفى. حتى برضه بعد ما والدي توفى كان أول واحد يعزيني دي في المناسبات، وبرضه في الأفراح كان على طول معانا في جميع المناسبات، ما كانش بيسيب حد من ولاده يسأل علينا ويطمن علينا. افتقدنا أب حنين وقريب جدا لنا كلنا. يعني خدمته في الكنيسة هنا ليها أكتر من 40 سنة، أنت حضرت معاه فترة، كلمنا عن خدمته في هذه الكنيسة وحب الشعب الكبير قوي ده للقصة أبونا مكان. الحب طبعا باين، وباين جدا النهاردة الناس كلها شايفاه ازاي. أنا عشان كنت بحضر معاه أداديس كتير وبخدم معاه في الهيكل، فكنت بشوف حاجات كتير ممكن ناس تانية ما تشوفهاش، بس قد إيه كنت بشوف علاقة أبونا بربنا وقت الصلاة. وقت الصلاة روحه وقلبه وكل حواسه في السماء، هو مش واقف على المسبح هيصلي قداس ساعتين وهيمشي، لكن في علاقة غير طبيعية ممكن أي حد اللي قريب منه واقف معاه مع المسبح يقدر يشوفها. شكرا لحضرتك وربنا يعزيك ويعزي كل شعب الكنيسة. شكرا وربنا يعزينا كلنا.